القهوه كنلقى فيها الراحه ديالي كنجي. علاش بدون تدخين؟ لا يعني جميع الجمعيات كيحاربوا هاد المسائل ديال التدخين وهاد العالم، حنا كنلقاو الراحه ديالنا كنجيو كنلقاو اصدقاء تقريبا رياضيين، يعني هذا هو اللي الراحه اللي كنلقاو في هاد القهوه. الراي ديالي من هاد القهوه مزيانه، كنريحوا فيها، ما كاينش فيها تدخين، ما كاينش فيها، عجبنا بصراحه. هذه مبادره مهمه يعني زعما بصراحه عجبتنا، ما كنرتاحوا، كاينش تدخين، ما كاينش القمر، ما كاينش يعني فهمتي، كنجلسوا يعني جلسه طيبه يعني زوينه ماشي يعني. شفتي رئيس جمعية التجار، بصراحة نعطي الرأي ديالي في هذا المقهى اللي هي المقهى ديال اسم، عطيت الاسم ديالها التحيمي، اللي هي زعما صراحة عطات واحد الطباع في مدينة وسلان. كنا تنجيو للقهاوي بصراحة ما تلقاوش فين نجلسو، لأن المقهى بدون تدخين راقية وصديقة للبيئة. كنجيو لهاد القهوه هادي لحقاش فضاء حدا الدار حدا منزلي فين كنسكن وخاليه من السجائر ولا الكارو، ما فيهاش احتكار يعني نوفيمي، وبغينا يتكثروا بحال هاد لي بروجي يعني كيكونوا وما فيهمش شي حاجه كضر بالصحه ويكون واحد التطوير يعني. هادي صوفيمي مثلا شي قهوه مثلا فيها مطالعه كتبه وحده اخرى تكون فيها بلاصات ديال الصافي. العظيم الى هاد المقهى هادي زعما كتميز عن باقي المقاهي هنايا في ويسلام بعدة تخصصات، منها الفضاء اللي كتجلس فيه، فضاء جميل، فضاء مريح، بكل حاجة. شكرا. حتى بالطريقة ديال التعامل ديال لي سيرفور، سبحان الله العظيم الحمد لله كل شيء فيهم بشاشة، حتى بالضحك، حتى بأي حاجة كتخليك أنك تجي لهنا، كتخليك تجيك أي حاجة أنك تجي تواصل في هاد المقاهي. واحد الحاجه اخرى بغيت نوصل واحد الميساج المختصين في هاد الشيء هذا، خصوصا الدوله، كنتمنى انها تشجع هاد الناس هادو وهاد لي بروجي هذا، لانه حنا محتاجين فيها كاع، محتاجين الشباب بزاف، منها بزاف ديال الحوايج. بحال مثلا هي كتميز عن باقي المقاهي بواحد الطريقه اخرى، بانها ما فيهاش تدخين، وهذا حد ذاته صراحه حاجه ايجابيه ومتميزه عندنا هنا في ويسلان، لان اول صراحه اول مره كنشوف مقهى بدون تدخين. فبالنسبه للمطالعه او الحفاظه فاش كيبغي يراجع الانسان باش يجي يقرا ولا شي حاجه، كانوا كيطلعوا للشجر ولا الغابه ولا كيمشيو للمقاهي، بعض المقاهي بلا ما نذكروا الاسم ديالهم، وكان كيطلب وقت كبير بانك تطلع حتى لتما وتجي. دابا الحمد لله هنايا في الصباح عنده وقت اخر، وتصبح هذا فاش كتجي تدخل ليها كتلقى الناس كيطالعوا الحفاظه.